أغرى رجل غيره على قتل أخيه. أعوذ بالله، هي العالم حصل فيها إيه؟ لكن معلش السؤال كده، رجل جاب واحد وأغراه قال له اقتل أخوك، اقتل أخويا، مش متجوز ما عندوش عيال وعنده شوية قرشينتين محيرينه وعايزين يورثوا. فراح الراجل ما كذبش خبر، قتل القتيل ده اللي هو أخويا. فحكمت المحكمة على المباشر اللي هو على القاتل المباشر كده، حكمت عليه بالإعدام، يستحق لأنه أزهق نفسا بغير حق. وحكمت على المحرض بالأشغال الشاقة المؤبدة. ها المحكمة ترى ما ترى، لأنه ده ضمير القاضي اللي بيحكم بالعدل. فهل يرث هذا الشخص من أخيه الذي حرض على قتله؟ أدي السؤال بقى اللي هو عايز يسأله. يبقى إذن السؤال مرة تانية، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى ثلاث حاجات بتؤدي إلى المنع من الميراث. القتل، أنهي قتل بقى؟ لازم نقف عند القتل اللي هو السبب الأول ونعيش معاه كده شوي. فنرى الأئمة قد اختلفت. سيدنا الإمام الشافعي وبه نفتي، بس ده إيه؟ دي فتوى، ما هوش قضاء. سيدنا الإمام الشافعي قال يحرم من الميراث على أي حال كده. هو يعني إيه على أي حال؟ قال يعني لو كان بحق أو بغير حق. ويعني إيه على أي حال؟ لو كان مباشرا أو متسببا. يعني إيه على أي حال؟ لو كان إيه دي؟ يعني أنت دلوقتي واحد قاضي حكم على أبوه بالإعدام، ما يورث منه يا فضيلة الإمام؟ قال لما يورث. قلنا له كمان حكمنا على أبو أو ابن عشماوي اللي هو بيعدم، فأعدم الراجل تنفيذا للأحكام، يبقى ما يورث؟ قال ما يورث. يعني هي داءت الأرض بما رحبت تجيبه الراجل يقتل أبوه، خلاص دائت. قلنا له اه دائت، الفن ده ما يعرفوش الا ده. قال خلاص ما يرث. يبقى اذن القاتل لا يرث. راح واخدها سيدنا الامام الشافعي بايه؟ بالعموم بتاعتها، سدا للذريعه ومنعا لاسباب الفساد. قاتل ايوه، تبقى ما تورث خلاص. بس اصلي انا ما كانش عمد، قال ما تورث. القتل على خمسة أنحاء: إما أن يكون عمدا أو شبه عمد، أو خطأ أو شبه خطأ، أو متسبب، واخد بالك، بحق أو بغير حق، بين ست. الخمسة دول في كل أحوالهم صاحبنا الإمام الشافعي بيقول لك كله ما يرث، كله لا يرث. وبعدين يقول لك ايه؟ وبه نفتي. يعني لو اتعرضت عليا دي القضيه دي في الافتاء، افتي بان القاتل المحرض ده لا يرث، لانه كان محرضا يعني متسببا، وان لم يكن مباشرا. مين المباشر؟ اللي هو مسك السلاح وقتل الراجل، او اللي هو بايديه كده قتل، ده المتساب، ده المباشر، باشر القتل.
والمتسبب لا. متسبب زي مين؟ واحد حفر حفرة وقال لك لما الراجل ده يجي زق فيها خلينا نخلص منه. انا ما عملتش حاجة، انا حفرت الحفرة بس. انت حفرت الحفرة لكن انت متسبب في مقتل هذا الانسان. ممكن اكون حفرت الحفرة علشان احط كابل كهرباء، وممكن اكون حفرت الحفرة علشان اوقع الراجل ده فيها ويموت. الاتنين سيان عند الشافعي. انت حفرت الحفرة؟ قال له اه. قال له اركن كده مفيش ميراث. بس اصل انا ماليش لا بس اصله ولا بس فصله، مفيش، ممنوع انك تورث. لكن سيدنا الامام ابو حنيفة على عكس كده، ما هوش كده بالظبط يعني. ويرى ان الذي يحرم من الميراث هو مين بقى؟ هو المباشر وليس المتسبب. لكن اذا كان هناك اتفاق بينهم هما الاثنين كده، فهذا يعد قاتلا بالتحريض، والتحريض حكمه المنع.